قلها مسلمانا يا خواندنا قرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين من جبو و ذات اكو بهزو کارینا خو از آفراندم او از به تمثيل کرما گوهمن او چاوین من وکریه سره خو دانی وجا پیروز به خود او رندترین چیکروه اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود خداي توب في سجدي جمن را لجم خوا خيرك مزم بنبيسا و توبي جمن جناه دينا و جبونا من لجم خوا بخا زوادا و جمن ببجرينا